هان الصيام أوزوم التانيقان وسكوز الأركان من أركان الدين. أشكر النبي صلى الله عليه وسلم التاني بني الإسلام على خمس وذكر منها وصوم رمضان وكان التانيقان وسكوز الأركان الدين وكان يفلك بنادم يجب في الله يزوم رمضان كي قد مسلم لي يصدر يبلغ يطفل عقل نص يصدرس يقوم قيمة دول يقوم مسافر مثلا سنتيش رمضان أنت سنتيش رمضان يغنزر أيور سوالنا نغزر نمد لي سكرين الطفل الآلات إذا تزران الآلات الحديثة أولا يكمل شعبان 30 يوم. أما على بوتين الحساب الفلكي هن وراس السكر وقسط الإبرة وراس السكر وكان من المغزرة أي رمضان هن يفركيس أي نو يتنيت نيت قبل الفجر وكان يتنيت أتي تكفات غشر كله أبلغ تيب بإغبي أظوم غشر ذاتك العدر عن أخصد حاجة جديد نية والسنة نظمي وكان ما كان الفرض اللي مقرن الصيام قالت بنادم ادور شتاء ولا ريسا ولا ريت مقيت مرات نصل شي مع ما كيغول الفجر اللي كان الفجر الصادق هاك تروح حتى فوقت وكان بنادم اللي الشان ولا يسوى انك انت السوري بقى ضيض وتغول الفجر ندي غي الشاء ولا يسوى انك انت تروح حتى فوقت وكانت باين في وسط روح هن اظن نص صحه يقصد كرر نهارا أشكر النبي صلى الله عليه وسلم التاني إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه.